نفيسة، فتاة الكاتب الكبير نجيب محفوظ المطحونة. اختلف الناس في الحكم عليها، البعض أنصفها والبعض الآخر لم يرحمها. التضحية كانت البداية والسقوط كان النهاية. الكاتب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ، أهلا بيك يا أستاذ نجيب. أهلا بيك يا فندم. أحب أسأل حضرتك سؤال، من هي نفيسة في بداية ونهاية وماذا كانت ترمز؟ نفيسة من أبطال بداية ونهاية. أي يمكن الشخصية النسائية الهامة فيها اللي قامت بالصراع وقابلت المحن بتاعت الرواية. وهي بتقوم بدور جزء منه يتعلق بالحياة اليومية، زي علاقتها بأسرتها وإخواتها وأمها والحياة اليومية، وجزء بمأساتها الخاصة أما الأسرة ابتدت يتدهور حالها، وإزاي قابلت الصعاب والمحن وإزاي ضحت بحياتها في الآخر. فهي الحقيقة رمز لإنسانة مكافحة ومجاهدة، وإن كانت تتحمل إلى قدر كبير مسؤولية أخطائها. النفيسة دي الحقيقة من الشخصيات اللي أنا عاشرتها، لأن أنا مولود في حي بولاق. أيوة. زي ونجيب محفوظ برضو من حي باب الشعرية، فتلاقي الحيين متشابهين قوي قوي. فالشخصيات دي موجودة في حياتنا كتير قوي من الواقع يعني. لا شك ان فيها من الواقع، يعني بتعمل كل حاجة. حياة الجهل اولا، عدم التعليم، الفقر، عدم الجمال. نعتقد انها شخصية سامية نظيفة بالرغم انها انحرفت. يصفها الأديب الكبير نجيب محفوظ بأنها خالية لا مال ولا جمال ولا أب. أنا شايف أنها شخصية إنسانية جدا وعظيمة جدا، وصل بيها التضحية أنها تبيع نفسها من أجل الآخرين. نفيسة هي صورة لزمن ما في فترة ما، إنسانة مطحونة ضعيفة الشخصية، العالم كله تكالب عليها، يعني ضغطوها ظروف يعني. إنسانة لم تأخذ من الحياة شيء جميل أبدا. اختيار حضرتك للفنانة الكبيرة سناء جميل كان اختيار غير متوقع على الإطلاق، لأن الساحة كانت مليئة بكثير من نجمات السينما، ومع ذلك اخترت حضرتك الفنانة سناء جميل وهي نجمة من نجوم المسرح، فلماذا؟ وهل حضرتك كنت شايف فيها المواصفات التي رسمها الكاتب الكبير نجيب محفوظ لشخصية نفيسة؟ لما جيت أعمل بداية ونهاية الحقيقة فكرت في فاتن حمامة، بس كنت عاوز نعمل لها مكياج نسوق خلقتها شوية يعني، فرفضت الدور. نعم. فقعدت افكر، كان سنة جميلة بشوفها لانها كانت في معهد الفنون المسرحية وممثلة كويسة، لكن ما عملتش حاجة سينما ابدا. فدخلت في دماغي قوي، يعني نقلة من الفنانة الكبيرة فاتن حمامة وقتها يعني طبعا للفنانة سناء جميل، ليه مش معروفة خالص. المهم بقى في الحكاية دي كلها المنتج. أيوه. اللي هو بيصرف الفلوس، ودي دايما عندي مشكلة في توزيع الأدوار دايما، إن أما بقول فلان يقول لي لا، الموزع ما يقبلش، عاوز النجوم كبير يوزع. ففي الفيلم الحمد لله كان في فريد شوقي، وكان في عمر الشريف، وكان في أمينة رزق، يعني كان في مجموعة تشيل الفيلم. أيوه. فقبلنا سناء جميل وعملت الدور من أجمل ما يكون. رشح المخرج الكبير الفنانة سناء جميل لعمل بطولة هذا العمل وهي شخصية نفيسة عشان تقوم بهذه البطولة.
ما كانتش مفاجأة من حضرتك؟ وكان رأي حضرتك إيه في إنه اختار نجمة مسرحية وليست سينمائية للقيام بهذه البطولة؟ فهل حضرتك وافقت بسهولة ولا كان رأيك إيه؟ طبعاً بصرف النظر عن النجومية وما يقال فيها، أيوة أنا عرفت أني كسبت موهبة تمثيلية رائعة لأني كنت أعرفها من المسرح. أستاذ نجيب هي كانت مش مشهورة قوي وقتها يعني؟ لا كانت مشهورة برضو في المسرح، وكان اللي بيتابعوا المسرح عارفين موهبتها بغير شك. فبس التألق اللي وصلت له يمكن ما كانش متوقع كما جاء 100%. يعني كان أكتر من اللي كنت حضرتك متوقعه أو فعلا. الجميع يعني متوقعه فعلا. طب وحضرتك إزاي وافقت ككاتب كبير إن هي مش نجمة سينمائية وإن هي اللي تقوم ببطولة الفيلم بالرغم من إن كان فيها على الساحة نجمات سينمائيات مشهورات كتير؟ لا الحقيقة أنا من جهة مش بتدخل في العمل السينمائي كما تعرفي، ولي ثقة كبيرة في صلاح أبو سيف، وعارف إنه بيفهم عمله وبيختار اللي ينفعه يعني وينفع العمل. أنا عرضت في مدام سلام تلميذة بخريجة معهد، ما فيش، قلت له يا صلاح معيش حد، ما فيش تاريخ سينمائي، لا ما فيش تاريخ سينمائي لا خال. قلت له ما فيش حد معي، هتقولي حد بطلة معايا؟ قال لي احنا بايعين او الموزع واخد فريد شوي واخرون. فعلا هو قال كده الاستاذ صلاح، قال كده، قال كده لما جت سناء واشتغلنا. تعالي بقى نشوف مين يعمل الدور ده في مصر غير سناء، دي عبقرية صلاح ابو سيف. لما الاستاذ صلاح ابو سيف، ودي انا ما كنتش اعرفها، كان عرض الدور على مدام فاتن حمامه ورفضت الدور، يعني انت عارفه هتغير شكلها وهتطلع مش فاتن حمامه، هتطلع يعني البتاع دي كلها. فده يمكن نعملها، وهي دايما قلقه تخاف انها تلعب دور غير الادوار اللي هي متعوده عليه، لان الدور فيه دعاره وفيه بتاع، وهي رفضه سندريلا او عند الناس يعني هي عن لا عند الناس المعتدى عليها مش المعتديه. انما لما شافت الفيلم قالت يا ريت كنت عملت الدور. بقيت سعيده ان فاتن حمامه رفضته. هل الفنانه الكبيره سناء جميل استطاعت ان تجسد شخصيه نفيسه كما تخيلتها وكما رسمها الكاتب الكبير نجيب محفوظ، ولا ايه راي حضرتك؟ عملت الدور من أجمل ما يكون، كانت عايشة وهي في دماغها الشخصية درسها كويس، عمالها بتعرفها كلامها حركاتها شكلها لبسها كل الحاجات دي كلها الحقيقة عملتها بشكل بتاعتي. لكن سناء عملته بشكل غير، يعني هي نفيسة بالضبط. في اعتقادي ان سناء جميل قامت بالدور من احسن ما يمكن، وانا اقول حقيقه ان سناء جميل ملأت الثغرات الموجوده في النص ومنحت الشخصيه بعدها الانساني. انا اخشى ان هذا البعد الانساني مفتقد في الروايه. من ادوار سناء جميل الكبرى وأدوار عمرها الكبرى أيضا، هي بس الفارق أن سناء قدمت أدوار كتير جيدة وكويسة، لكن ده برضو بعتبره قمة أدوارها هذا الدور في هذا الفيلم. الكاتب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ، عندما بدأ تنفيذ فيلم بداية ونهاية، هل قبل ما يرشحه الفنانة الكبيرة سناء جميل لعمل شخصية نفيسة كان في مخيلة حضرتك فنانة أخرى ممكن تعمل هذا الدور؟ والله يمكن ما فكرتش فيه كتير، انما انا بمجرد ما شفت سناء جميل في الدور خيل لي ان الدور لم يكتب الا له. الله. لان هي مالته بكل اقتدار. ايوه بكل اقتدار في جميع جوانبه وابعاده، وابهرت جميع من راى الفيلم هنا او في الخارج، وكانت هتفوز بجائزة كبرى فيه لولا سوء الحظ. لا يعني أنا إيه طبعا رعيت المكياج، رعيت اللبس كله بإشراف الأستاذ صلاح أبو سيف. أيوة. أما الأداء
فأنا زي ما قلت لك دلوقتي أنا أعطيت نفسي لنفيسة، اديتها أحاسيسي، اديتها تخيلاتي، اديتها يعني جبتها ودخلتها فيا وانطلقت من خلالها بقى، فطلع اللي طلع. لأنك عندما تكوني صادقة وغنية الحس تطلع العمل كده. الممثل بيدرس، بياخد السيناريو، بيدرس الدور كويس قوي قوي، بنقعد نتكلم مع بعض ونتناقش مع بعضينا في الدور. انا ما بجيش اقول لها تمثلي بالشكل الفلاني، ما اقدرش اقول لها لا قوليها كذا وكذا وكذا، لا انا مش ممثل. وبعدين ده شغلته ممثل، طب اقول لي اقولها ازاي؟ هيبقى صورة تبقى الاصل منه وتبقى مش كويسه. لكن بعيش الممثل في الدور زي ما كتبها نجيب محفوظ، كتبها في دماغ الفنان. لابد انه يضيف اشياء، يضيف باحاسيسه بتصوراته للشخصيه. وسناء الحقيقه كانت في حاله معايشه كبيره قوي للشخصيه، من جهه اللبس، من جهه المكياج، من جهه الاحساس. دي كانت عايشه معايشه كامله لذات نفس الشخصيه، يعني ما خرجتش ابدا عن الشخصيه اللي رسمها الكاتب العظيم. فريد شوقي مش محتاج لتنويه، هو يعني يضفي على كل شخصية يمثلها حيوية خاصة، وخصوصا بقى لما يلاقي شخصية تجري مع ما تعبر عنه شخصيته السينمائية عادة. أيوة، فبيبقى شيء رائع. وأنا أذكر أن بعض اللي شافوا الفيلم المكسيكي أعجبوا به الحقيقة، إنما قالوا لي ما عرفوش يجيبوا واحد يحل محل فريد شوقي. يا خبر للدرجة دي حاجة جميلة. طب هل شخصية حسن أبو الروس هي الشخصية المعادلة لشخصية نفيسة في هذا الفيلم؟ تقريبا على الناحية الأخرى الرجالي هي الشخصية المعادلة لي. ليه؟ من حيث إيه حضرتك شايف يعني؟ يعني ده مؤخذة البلطجة مع النبل والطيبة. البلطجة مع النبل والطيبة. يعني حضرتك كنت شايف انه هذه المواصفات زي ما تخيلتها وانت بتكتب، فالاستاذ فريد شوقي اداها بنفس هذا. ما فيش كلام. مش كلام، كان مكسب كبير. لا انا ما قارنش حسن ابو الروس بنفيسة ابدا. حسن ابو الروس انسان مدلل افسده حب الاب، واضح من الرواية أن الأب هو اللي أفسد ابنه الكبير مش الأم، وهو أناني يفكر في نفسه وفي لذاته فقط، وهو إنسان منحرف من البداية، لأنه حتى يعني يتمنى أنه يتعلم ورفض التعليم. في سحوري مت قصرا من التعليم. لا، في فرق كبير قوي. حسن أبو الروس تخلى عن أسرته وبقى انتهازي، وكان يقف قدام الام يقول لها هجيب لنا ايه في العيد، هات لنا لحمه، اشتري لنا مش عارف ايه، ويوم ما يمد ايده يساعدهم يساعدهم من مال الست اللي كان عايش معاها في الحرام، مش مال حلال، ومن مال الاتجار في المخدرات، ومن مال البلطجه والفتوانه. نفيسه كانت انسانه شريفه قاعده على المكنه بتعرق وتخيط ليل ونهار. انا ما قارنش بينهم ابدا. حسن ابو الروس برضه اللي بيسرق وبيعمل وبعدين بيجي يبقى سعيد قوي وهو بيدي لاخوه بعض النقود المسروقه دي، لما جه هيقبض عليه تخلى عنه واستنكره وما رضاش يقف جنبه. الاستاذ فريد شوقي كان عظيم عظيم، هو داخل وجايب لحم تعالوا يا اولاد كلوا لحم، ما اعرفش انا ازاي بس شيء. وبعدين علاقته بالراقصه وحنيته على اخواته، طريقته وهو بيهرب شيء عظيم. فريد شوقي ده حدوته، يعني حدوته مصريه ده كمان. طبعا. اصل في من المصريه حتى علاقته طريقته برضو على فكره ده كان من ضمن الناس المطحونين في الفيلم. مدام سناء، ما هو التوافق اللي حدث بين شخصية حسن أبو الروس ونفيسة؟ هل في بينهم تشابه؟ هما في تشابه من بعض، بس حسن أبو الروس كان واخد حقه أكتر. نفيسة لم تأخذ أي شيء من المجتمع، أي شيء، إنما هو يعني. طب إيه التشابه اللي كان بينهم حضرتك في رأيك؟ يعني شوفي، هما الاتنين أولا جهلة،
طبعا ومضغوطين وبيحسنوا على الغير، يعني يحبوا يقدموا خدمات لإخواتهم ولأمهم ومش عارف إيه، يعني ده التشابه اللي موجود بينهم وبين بعض، معطائيين. إنسان طيب، يعني في مشهد مثلا وهو ماشي بيلاقي أخوه بيذاكر بالليل وهو قاعد قدام فانوس لأنه ما عندهمش لمض ولا حاجة زي كده قاعدين يذاكروا فيها في البيت، فبيذاكر في الحارة تحت فانوس النور، فبيجي بيلاقي واقف بيندهش، بروح قالع البتاع بتاعته اللي هي متدفي بيها وروح مديها له. فمعناه انه انسان انسان طيب، لكن الظروف هي اللي عملته. حسن ابو الروس كانت شخصيته ولو انه هلهلي شويه وحاجه زي كده وبرضه منحرف بالطريقه اللي كان ماشي فيه يعني، لكن برضه داخليا ونفسيا كان برضه انه هو انسان رقيق وعايز يساعد بقدر الامكان وهلهلي، وفي الوقت نفسه فعلا العنصر الطيب كان فعلا غالب عليه بالرغم من انحرافه. نفيسة ضحت علشان تسجد اخوها. انا ضحيت عشان اربيهم كلهم. انما هذا المهرب وهذا الفاسد كان، شوف الاداب اللي احنا فاقدينها دلوقتي. اما بيجي اللي بيرعش في التوام بيجي قدام امه بيوطي كده وبوس ايدها وخايف. الامومه دي اخلاقيات ما بقتش يعني مش موجوده. لا هل انحراف نفيسة يعتبر سقوط اخلاقي ولا نقدر نقول عليه تضحية؟ هو الحقيقة بيجمع بين الاثنين، بين الاثنين، بين الاثنين فعلا. يعني ما تقدريش، كان ممكن تضحي وكان ممكن تضغط على نفسها أكتر من كده وكان توصل للي وصلت إليه أو لجزء منه من غير ما تضحي بروحها. ارتكبت ما ارتكبته عن غير دراية، يعني مش مدركة إيه ده يعني، وهي بتنحرف كانت صعبانة عليا نفيسة لأنها مش ممارستوش كإنسانة محترفة البغاء. لا، كان في حاجة أقوى منها بتقودها، كان في حاجة بتزقها، كان في حاجة بتضغط عليها، كان يعني حقيقي يعني شخصية بتصعب على الواحد يعني عارفة. يعني ما نقدرش نقول الفقر، حضرتك بتقولي الجهل مثلا، يعني الجهل كله مع بعضه، كله مع بعضه، كله تضاف. طبعا الجهل والفقر وال يعني في جملة بتقولها غريبة قوي لما أخوها الكبير فريد شوقي بيجي وجايب لحمة، بتقول الله هي لحمة طلعت. معقول؟ معقول ده يعني في سقوط نفيسة حتى؟ يعني مرة أذكر مشهد أنا بكيت فيه، بس بكيت بعدين الأستاذ صلاح وقف لأن مش مفروض أبكي. كانت مع راجل كده يعني، وبعدين لما نزلت من العربية رمالها 10 ساغ ولا 20 قرش، بعدين وردت تاخده من الأرض رمولة كده على الأرض. بنت بتمارس البغاء دون أن تدري، دون حباً في أخوتي، يعني نوع من التضحية. شوفي هي كلها على بعضها. أنا كمان بقول أن داخل كمان فيها ضعف شخصيتها رغم أنها في حتة تانية قوية. لا، هو سقوط أخلاقي ما في الشك، مش تضحية. تضحية في الآخر. لا، أنا في اعتقادي أنه تضحية خالص. يعني الحقيقة هي طبعاً كانت شعرة فاقة الفظيعة والحمل اللي بعد ما توفى والدها كان الحمل كبير جدا على الأسرة كلها، فهي أول حاجة عملت خياطة، وده كان بتعتبره في البداية إن إزاي تنحدر إنها تشتغل خياطة بأجرة. هي كانت الأول بتشتغل بتخيط لبعض الصديقات أو حاجة من غير أجرة، إنما لما شعرت أمها وضغطت عليها أنها لازم تاخد أجر برضو ضحت. فأنا أعتقد أنها شخصية سامية، والانحراف بتاعها ده كان انحراف إجباري، ما هوش عن طبيعة يعني. لا، الفقر هو اللي أوجب هذا. يعني والتضحية هي بتضحي من أول دي نفيسة. من أول سنة هي بتضحي. هو انحراف نفيسة ليس في رأيي انحرافا حقيقيا وليس انحرافا فرديا.
هو سقوط مجتمع بأكمله، سقوط مجتمع بيرى أن المرأة مظهر، شكل خارجي، شاشة، إذا لم تكن جميلة فيجب أن تكون تعيسة، ويجب أن يعني تحرم من الحب، ويعني تتحول إلى شيء في البيت. فتحس طول الوقت أن هناك قهر على نفيسة، هناك ضغوط على نفيسة، هناك دفعها دفعا إلى طريق الانحراف. وأنا أخشى أن أقول أن المؤلف نفسه وقف هذا الموقف ضد الشخصية التي خلقها، أن نجيب محفوظ نفسه دفعها دفعا إلى هذا الطريق المنحرف، لأنه في لحظة من اللحظات وربما في هذه الفترة المبكرة التي كتب فيها بداية ونهاية لم يكن يحترم عمل المرأة. في ملحوظة غريبة جدا، أن مسألة أن نفيسة تشتغل خياطة اعتبرت بداية السقوط، لدرجة أن يقول لك ماضيها إيه، ماضيها أنك بتشتغل خياطة وتاخد أجر، فاعتبرت صب في جبين العائلة واعتبرها حسنين عار وشنار. هي ساقطة من أول لحظة، حتى بدون الانحراف الجنسي اللي عملته في الآخر، احنا بنشوفهم كلهم شايفينها كما أنها لو كانت عورت العائلة. ليه؟ عشان اشتغلت بفلوس وأنفقت على العائلة. موقف غريب. عندما سألنا الناقدة الأستاذة إقبال بركة عن رأيها في شخصية نفيسة في بداية ونهاية، قالت إنها حزينة ومتضايقة جدا علشان الأستاذ الكبير نجيب محفوظ كانت نظرته للمرأة نظرة مهينة، وإنه حقر كتير من وضعها. فما ردك عليها؟ الحقيقة أنا شايف إنه الزميلة إقبال بركة تعاملت مع أدب نجيب محفوظ زي ما بعض المخرجين تعاملوا معاه في السينما، خدوا الشكل الخارجي وخدوا الصورة الظاهرية وما دخلوش في أعماق العمل ولا الشخصيات. لو بصينا لشخصية نفيسة اللي من وجهة نظرها هي الشخصية الساقطة اللي باعت نفسها، تبقى سطحت الشخصية، لأن إحنا عارفين إنه نفيسة كانت شخصية مضحية جدا وإنسانة جدا، وضحت بنفسها عشان تنقذ أسرتها، وضحت بنفسها عشان تقف جنب أخوها اللي هيبقى ظابط واللي هيشرف العيلة، واللي جت في الآخر خالص تقول له أنت لأ اقتلني أنا أنت تفضل. تبقى دي شخصية ساقطة؟ تبقى دي شخصية سيئة؟ تبقى دي شخصية حقيرة؟ ولا تبقى شخصية عظيمة؟ لو أعيد فيلم بداية ونهاية الآن، هل سيلاقي نفس النجاح الذي لقاه؟ العمل الجيد هو الباقي، فإذا أعيدت ذات نفس القصة بعظمتها وبفنانين برضو كبار ولهم أحاسيسهم وكده، أعتقد برضو أن ذات نفس الشيء هينجح، برضو ذات نفس الحكاية وذات نفس المستوى. لا لا، بالرغم من أنه لما بيعرض لغاية دلوقتي ناجح جدا، إنما ما يلاقيش. لا دلوقتي ما فيش. لا مش هينفع النهاردة، لازم يعالج معالجة مختلفة، لازم السيناريست يركز على حاجات تانية. يعني مسألة والفقر طبعا ممكن جدا يؤدي إلى انهيار الأخلاقي للأسرة، خصوصا الانتقال من طبقة اجتماعية إلى أخرى مؤكد. لكن لدينا الآن من الأسباب أسباب مختلفة، يعني مبررات مختلفة، وعندنا النهاردة مثلا الشخصيات أصبحت تلجأ إلى وسائل مختلفة للتغلب على هذا. من من الجيل الجديد يستطيع أن يقوم بشخصية نفيسة؟ صعب قوي شوية الوقت. ليه؟ يعني الدور صعب جدا. مش عارف، مش في دماغي، او عاوز افكر واجيب لازم اقعد. انت عارفه توزيع الدور صعب قوي، صح. لو حبيت اعمله دلوقتي ادي مين الادوار؟ حضرتك من المخرجين المعروفين بانك بتوظف الممثلين بيبقوا لابسين دور، يعني او دور لابسه يعني مش عارفين نفسهم. هو دي عاوزه تفكير كتير، دي جميله جدا، فنفسنا نعرف من الاستاذ صلاح ممكن مين. عاوزه تفكير كتير واقعد أدرس كل الممثلات والممثلين الموجودين عشان أقدر ده يعمل إيه وده يعمل إيه، هل تعمل الدور كويس ولا صعب. مع احترامي الشديد جدا لموهبة الفنانة الكبيرة سناء جميل، وهي موهبة فذة على فكرة وعالمية،
ولم تستغل الاستغلال الكافي في السينما المصرية. ويوم الأيام حنندم على ده، لأن أنا بقارنها بأنا مانياني واللي تعمل عشان أنا مانياني في السينما الإيطالية ثم الأمريكية بعد كده ما تعملش عشره لسناء جميل. فأنا الحقيقة صعب عليا قوي أن أنا أحط حد في موقع سناء جميل، لكن الفنانة الصاعدة والنهاردة يعني فعلا كلنا بنتنبأ لها هتبقى لها مكانة كويسة قوي عبلة كامل. صعب، صعب جدا، لأن الحقيقة الماضي بينطبع في ذهن الجماهير مهما مر عليه الزمن، انطبع خلاص الصورة دي، فريد شوقي في هذا الدور، سناء جميل في هذا الدور. من الصعب ان انتزعهم من ذهن الجماهير، الا بقى اذا جم فنانين اخرين بقدرتهم الفنيه وحاولوا انهم ينزعوا الشخصيات القديمه ويحل محلهم جديد. طب مين من فنانين هذا الجيل ممكن يقدم شخصيه حسن ابو الروس، ومين برضو ممكن يقدم شخصيه نفيسه من الجيل الجديد؟ سناء جميل. سناء جميل تعيد نفيسه وحسن ابو الروس. اسمح لنا اقول فريد شوقي. انا اقول انا اللي بقول وانا برضو بقول. طيب. لو اعيد تقديم فيلم بدايه ونهايه وطلبوا من حضرتك انك تختار فنانه اخرى تعمل هذه الشخصيه، ترشح مين غير الفنانه سناء جميل؟ بصدق يعني اختار سناء جميل برضو.